حياكم الله معنا في برنامجكم برنامج رادار طارق، واللي اختلفوا الناس قالوا في البداية كان هاشتاقهم رادار طارق، بعدين طارق، بعدين كان في واحد من جنسية عربية يكتب طارق، لا هو برنامج رادار طارق، هو كذا الهاشتاق رادار طارق. تلقفت أنا واقترحت لي كم اقتراح وجت على راسي، فإن قلنا يا جماعة حطوا الهاشتاق اللي تبونه، اللي بيتابع بيتابع، وبرنامجنا ما عندنا مشكلة في المتابعين، العالم قاعدين ما شاء الله من كل مكان يتابعونا. نبي نتكلم اليوم عن أكبر وأضخم عمل عربي كنا نستناه في رمضان. بدأ العمل في أول حلقات اللي هو عوالم خفية، سلو موشن وشغل وحرامي قاعد يمشي وكذا، حلو، في إثارة شدتنا في الحلقات الأولى، فقلنا لا حرام أن نتكلم بدري، أصبروا خلنا نشوف وش بعده. واضح أن المسلسل يعني بدنا نكمل أنه فيه تمطيط، المجرم ذا سلو موشن قاعد يمشي نص حلقة الأولى، الحلقة الثانية واضح أنه خلاص عرفنا أنه رايح يقتل أحد. رماها من الشباك. إلى الآن ما وصلت الأرض، قاعدة تطير مرمية إلى الآن. عندنا المشهد، عندنا المشهد حق طحت كتاب أكثر مرة، لأنه عوالم خفية يعني الكتاب فيه عوالم خفية، لكنه ركزوا على طيحة البنت فتشتتنا نلحق الكتاب ولا نلحق البنت، فاخترنا الثنتين لأن البنت شفنا الموضوع مهم، قرب السيارة فوق الرصيف وذا عشان المشهد يكمل، فعشان كذا عرفنا سبب تأخيرها، قعدت ساعتين في الجو اللي ما طاحت مدري كم حلقة، فعشان كذا كنا ندخل التفاصيل أكثر. حلقة كاملة وعاد الإمام يقرأ الكتاب، يعني واضح التمطيط هنا، واضح أنه مو بتمطيط، قتل، حلقة كاملة يقرأ كتاب، كثير علينا، الطيحة 3 ساعات، المجرم قاعد يمشي 7 ساعات، الكتاب طاح مدري وشو، كثير كثير، مو بتمطيط، هذا تمصيع للحلقات. حبك الحمام دلوقت. حلو، من هنا بيبدأ المسلسل، خلص قراية، احنا قاعدين نجيب من الحلقة الأولى ترى، من بدري عنا جايين بنشوف ايش السالفة، خلص قراية الحمد لله، فبندخل في المسلسل الحين. ألو، أيوة يا سيد، إمتى حصل ده؟ هنا العجلة الشينة، يعني إن قعدنا لنا ساعة المجرم يمشي، يوم دق سيد ما مدى حتى سيد يقول كلمة، أيوة يا سيد، إيه اللي حصل يا سيد، ما مدى سيد حتى ينفس. الله، هذا البروفيسور المسلسل حقه بروفيسور ما جاب لنا خير، صار أي واحد الآن صار كل ما جاب مسلسل لازم نعلق على الجدرة، جيب مدري وشو أي سالفة تبي تكتبها علق على الجدار بدبوس، ثم نجمع خيوط القضية وخيوط المدرشو والجدار تخرم ولا في قضية ولا في أي شيء، لكن والله العظيم ما هذه الاختصارات حتى اللي ما أدري وش تبي ذي. أنا عرفت لك اسم المخرجة والمنتج بتوع الفيلم اللي بتدور عليهم. اسمهم إيه؟ المخرجة اسمها دنيا ظافر، دالزا، والمنتج اسمه بهاء ثابت، بهسي. طيب ليش تقول الاسم كامل بعدين تعطي الاختصار؟ بتعطي الاختصار ويفهم السالفة، يعني ما توترنا احنا كذا، يعني بهسه سهذي حرفين مو بحرف واحد، اختصارات ما تجي كذا والله. اعطونا بلا كملون شوي، انا حضرت لك الحقنه اللي هتدي لك الطاقه. ميزه العمل ذا برضو ان جميع الوظائف متوفره في العمل،
يعني هذا اللي قبل شوي طبيب نفسي وعادل إمام صحفي. طيب نتيجي كده أشرح لك حاجة في السريع عشان تجيب مجموعة عالية تبقى المرة الجاية هيبقى فصل نهائي. ما علينا مشهد تحرش، احنا ما نناقش مشهد تحرش وين عرض كيف عرض وليه عرض، ما نناقش تحرشته. اللي ورا مدرس، الحين عندنا طبيب نفسي وصحفي ومدرس، أكيد في وظائف بعد. يا أستاذة لازم ندخل القاعة حالا. اقفل يا عز، اقفل، عندي جلسة مش فاضية. براءة إن شاء الله. حلو، محامية، كل الوظائف الحكومية فيه محامية. حلو، وش بعد؟ الوقت كالسيف. صار ساحر؟ لا هذه مو وظيفة حكومية، ساحر نقلب في الأخير ساحر يشغل لمبات من بعيد، يعني فيها كهرباء، فيها كهرباء من كهربائي ولا شيء. أنا وش بقى من وظائف ما جابوا؟ لو كملنا المسلسل شوي بنلقى حلاقين، بنلقى مدري، فواضح أنه تبع وزارة العمل منتجين. طيب أعطونا بالله آخر شيء، آخر شيء تكفون. هو جمال يبقى جوز بنتك؟ أيوه جوز بنتك أنت؟ أيوه جوز بنت أنا. إيه في إيه؟ هذا توقيع الفنان عادل إمام في أي عمل لازم إيه في إيه. لكن ما نطلع فاصل لنقول كلام اللي في خاطري. أقول ما عمري شفت ترند، ليش؟ ليش أكثر شيء ندفع فيه ما شفنا ترند؟ غريبة، أنا خسائر. يلا المهم ما أطلع فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل، ونشكر انضمام مشاهدينا الجدد. كنا قاعدين ذا اسمع في الإذاعة هذه، فقلت سوي في التلفزيون، فخلونا نروح لدرعان نشوف ايش عنده ونرجع. خلي اختك ولا زوجتك ان شاء الله اذا تزوجت وكبرت وكذا تسوق. والله مع الوقت زوجتي يمكن الوقت يتغير. لا اختي بهالوقت لا. ليش؟ ايش فيه هالوقت هذا؟ ايش يفرق هذا عندها؟ اول شيء حوادث، شوف 10 يمكن تسوق احسن منك. ليش؟ والله خوف. خوف عليها؟ خوف على اهل، خوف على اذا لو جت قالت لك غصب عنك ابي اشتري سياره او بسوق. غصب؟ لا لا غصب ايش تسوي لها؟ والله بخليها تقعد في البيت وبحاول افهمها. لا لا ما هو غصب عنها، تقنعها، تنصحها. اي بنصح. زوجتك ولا اختك تسوق؟ عادي عادي. ليش؟ طيب اذا انا بشوف الوضع اول 10 اذا شفت فيه. وانت بتشوف، انت كم عمرك عشان تشوف الوضع؟ يمكن اكبر منك. لا انا اكبر واحد. تخلي زوجتك ولا اختك تسوق؟ والله بالنسبه لي انا صدق إيه كعادات تقليد بالنسبه لي انا اللي كنت اي بالنسبه لي انا كعادات تقليد احنا كعائله وكذا. ليه؟ والله يعني احنا نكفيهم ان شاء الله، ان اذا في ضر شيء يعني جات قالت لا ابي اسوق، ايش بتسوي؟ والله على حسب، بتسوق يعني اذا مثلا في ضر في شيء يعني. ليش؟ لا حان ان شاء الله اني اكفيها ان شاء الله. خلي زوجتك ولا اختك تسوق عادي. خليها تسوق، ايش المشكله؟ ما في، انا اسالك، ما في مشكله. خليها تسوق عادي. زوجتك واختك خليها تسوق؟ لا. طيب قل لي من اول. لا مع السلامه. طيب ايش رايك بالموضوع؟ ناجح. ناجح؟ ايه. موضوع ناجح. ناجح جدا. طيب بتخلي اختك ولا زوجتك تسوق؟ ايش فيها عادي. لا. ليش؟ كذا. لا ما في، لا لازم اعرف السبب. ما في سبب، بس احنا ما تعودنا عليه هذا الشيء. لا هي بتشتري سياره بتدلع نفسها وتسوق تطلع تجي. لا. ليش لا؟ لا عطني سبب. يناسب مع طقوسنا وعاداتنا وتقاليدنا. خليها تسوق عادي كمبدا، ما عندك مشكله يعني. ايه عادي. والله الحين ترى البنات متمردات الحين، ما عاد في، صار قويات، ما عاد زي اول. كله الحين قويات على حسب التربية. لا إيه؟ يعني السواقة مرة ما في أمل عندنا. لا. إيه مستحيل. بعد ريعان طبعا أهم شيء عندنا الهاشتاج. صراحة الهاشتاج اليوم كان ترند العصوف، والعصوف كان عندهم مشكلة، والمشكلة دائما عندهم في اللي يختار لهم الأغاني. والله صرت تذكرت يا خالد، صرت تعمر كل يوم يا ولد. الأغنية هذه سمعت في الويكيبيديا سمعت ترى تمشي عام 80 الأغنية، وعندنا مقطع عام 82 على المسرح. يا ليل يا ثمانين ميلادي يعني ما يوافق، نقول 1400. حلو، يعني في فرق في التاريخ. اوكي مو مشكلة، يا اخي جماعة جيبوا لكم واحد
يدري الاغاني اللي يحطها في تاريخ كم. ما يبغى لها واحد سميع بس. الا طلع المداع محمد عبده ترى عارفين التواريخ كلها احنا. نطلع المسلسل ثاني. اوه قلبي قلبه. الله اكبر. هذا يعرض في قناه خليجيه هارون رشيد. القناه اللي احنا فيها. المهم يتكلمون عن ايام هارون رشيد واللي قاعدين نسمع اذان الحرم. نفس المؤذن اللي ياذن. استغفر الله. والله ما ودي ادخل في ذا الامور، لكن يكفي. شوف الهيبه. الهيبه وش قاعد تسوي؟ نكه قال نسوان مزبط الاكشن خربها في النص. يا اخي مره هياط، ما ادري جايب معه ذا يعني. ترى والله مسدس نفس السالفه. يعني حتى لو كان المشهد يستدعي. يعني ممكن يجي مشهد بيقول والله بدي اخش عليك بدبابتي، ممكن خلاص صدق ندخل دبابه مع شقه. ورونا بالله وش بعد. كل ذا والمكتب حكه الظاهر حكه ما جت حكه. مره شايله وهذاك ما خاف، طب مو ضروري. يا اخي انا والله العظيم بعض الايام ممكن ترى النبيطه ترى تفي بالغرض. يعني في المشهد ممكن نبيطه تفي طق اللي في راسه الا ما عاد قام. الهيبه ذا يبغى له شغل، انا احس انه لاني مسلسل مهايطيه فيبغانا نتكي، هذا يبغى له ونشوف انه نضيف واحد مهايطي وتكمل الحلقه عندنا صح. ونطلع دراعاني هايط على الناس ويرنونه وتصير وضع في السليم. فنطلع فاصل. حياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة وضيفنا اليوم ما ندري وش نصنفه لكنه في الأخير رهيب. خالد عبد العزيز. وش ما ادري وش نصنفه؟ يعني حسيتني منكم إعلامي مشهور سوشيال ميديا، عطنا قل ممثل مقدم برامج. هذا نسألك الحين عشان نعرف. ممثل مقدم برامج موافق. أما ما ادري نصنفه منقرض أنا يا أخوي. لا أدري في وضعي مهما كان أدري أنه يعني تدري خلاص بنضيفك بنستضيفك 24 رمضان ونقول الفنان المقدم ايه خلاص حلو كذا اعتبره وعد. ترى انت والله مبدع كممثل، ايش فيك السنه دي ما انت فيه؟ شايف شفت الوضع. صدق انا ما اقدر اقول شيء صراحه. لا لا قل يعني تخيل انك استنى تخيل انك السنه تخيل انك السنه دي في عمل رمضان، وين توقعت تشوف نفسك في عمل؟ والله فطور في البيت ترى ما ولا لا 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 والله لا فيه ها عصوف. طيب نستبعد العصوف، عمل كوميدي، انت انسان كوميدي. العصوف وملحقنا. ها ملحقنا. وش ملحقنا؟ نسوي عمل انا واخوي سكتشات فين. لا والله ما صدق والله ما جاز لي شيء. طيب خلينا نشوف. ما ودي اقول لا انا اقطعك عشان افكر عشان ترتاح عشان شيء. خلينا نشوف الممرضات اللي هناك تجيك واحدة قصيرة ولابسة نظارات، قنوات تجيب لك واحدة طويلة مثل لا هم عكس عصبية بتطير عيونها تشوفها من بعيد تتشهد. يلا نظام مجزة ادخل. هذا ايام الصبا. تدري اني تحوم كبدي؟ ليه؟ اقسم بالله. تحب تتفرج على نفسك؟ لا انا والله ما اتفرج على نفسي. لا لانك وشو؟ صوت وصورة تستخف دمك. اللي واجد ما تجوز لك ذباتك لو رجعت تشوفها. لا ما 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 ناظر والله. ما ناظر والله اني رهيب. لا ما في امل. لا مو ناظر، بعض الايام شوف انا بعض الايام اتابع اقول ليتني قايل كذا. ايه ممكن اتابع ليتني قايل كذا وممكن اللي هو وشو دقيقه بدي اسوي شيء. سوي لي ثاني. اي يا شيخ اي والله العظيم احس اتحداك تسويها. انا؟ اتحداك. انا مقدم برامج ما اقدر. خلي اليوم استثنائي. ما اقدر اسوي. خلينا نستند وخلينا يا اخي ما حطيت بودر على جبهتي. ما يحتاج.
طيب قلت حدي تحدي ثاني عاد وش التحديات حقتك انت هادي يا اخي يا رجال خليك شفاف مع الناس اسمع اعطيتك عجو سلكتك طيب. شهادتك طيب اقول لك صدق انت شبيت على الاسر المنتجه والتركات والمدري ليه انا قلت بعضهم ودائما انا اقول بعض يا اخي سالفه انك تقعد هاليلي على هاليلي تقعد بعليها ب 36 تستهبل لا انا عندي مشكله سالفه ادعمني عشان السعودي ندعمك بس لا تصدمني ايه بس قضيه ادعمني اني سعودي طب كلهم مو شرط كلهم يقدمون شيء زين هذه نقطة لا أنا أقول لك اللي قال لا يقدم شيء زين يصقعك بسعر اللي تقول له أهدى من كذا بس صدق ما تسوي لهم إعلانات يعني فوترك لا ما قد سويت إعلان فوترك وإذا جاك ناس طب إذا جاك زينة بالحلال طب إذا جاك طب إذا جاك بسوي له إعلان وبرجر ب 37 تلعب على خلق الله أنت 67 لا لا والله لا شوف أنا في الإعلانات عطاري صدق والله وقد ألغيت إعلانات فيها فلوس صدق فيها فلوس المنتج ممكن يكون مؤذي هذا أنا مالله سياسي أنا ما أعلن لأنه ممكن يكون مؤذي للناس فما في أمل أقدر أخذ فلوس وأقول لهم نقطة المنتج ذا يعني لو انفقع في وجه واحد بعدين من المسؤول خاصة لما يكون حتى العيادات عيادات ما أدري شو ترى نضبط لك ما أدري شو أنا مرة من المرات رحت العيادة تجميل كلش انا يبغى لي راس جديد ترى تغيير كامل يبغى لي اسنان وتضبيط احمد ربك عندك شعر بعد تعدل لا تعدل هو اللي مضبط المسائل شو تدري هو صندوح انت هجت انت لو تصلح راح والله هجت بعتزل الظروف الخاصه ارتباطات لا حق العياده بديت بنفسي كان وش الموضوع اني ببدا معهم حبه حبه عشان يشوفون نتائج الناس الاخيره لعل كبني الدكتور في نص المشوار وقفت ام الاعلان ليه سوابك هو اسنان لعب في ضرس العقل حاشي لي على مدري وش مبربس مره رجال طب في صوره لك خلينا نشوفه والله لا تكفى تقع والله اوريك تحرجني احرجك بالله ايش كنت تحس يا اخي تعرف احيانا ودك تستخف دمك ويجيك خفاق شكرا الله رتيج طب مش كذا الصور تجيك كثير طب يعني انت تقول ما احب اشوف الاشياء اللي اسويها بس ذا الصور بتصير تلف وتجيك تلف وتجيك تعرف إذا خربت أخربها خلاص بدور خلاص أحد بيجرني ينزل في أحد بيجرني ما عندي مشكلة طيب يعني في صورة لك قوية ممكن ننزلها مدام لها خربت لا اصبر لا لا وشو في صورة قوية لك لا تكفى ورنا صورة لا لا يرحم والدي شوف وكنت سعيد هل انت راضي؟ انت راضي الحين والله جد طب الحين مثلا تروح مناسبه رسميه ايه تروح مناسبه تخيل واحد يقول يا اخي ذا عرفته وشو اللي جالس جلسه على جنب جالس كذا على جنب وش ترد عليه؟ بقول له مو انا ما كنت انا كنت مشتت والله شفت طلقت تصريف انت وشي؟ كنت في غفله انا مشكلة اجيب العيد كل سنة وفي غفلة ايه الله لا يبلانا وارجع بعد استعداداتي تعرف اذا مرت سنة وش كنت احس فيه؟ ايه ما تجيك ذي الحالة؟ لا انا ما تجيني ذي الحالة لان ما اسوي ذي الاشياء هذا حب الذات اللي انا ما اسوي ذي الاشياء لا ما اسوي ذي الاشياء والله ما تخيلت نفسي اليوم اصور قاعد فوق مربع كذا مستحيل يا رجل عيالي ينقدون علي انا تدري اذا فكرت عيالي يعني اتراجع عن موضوع الزواج الاشياء اللي سويت ذي زي ذي الجلسة مثلا لازم اتعاقد مع شركه يمسحونها قبل انت لك راي في الزواج قبل يعني نذكرك بكلامك بعدين قبل الشركات ايه بالله اعطونا ايش قالوا في الزواج انا ابي افهم بس وين العيب لما تقول بودي المدام ولا بودي زوجتي وين ليش تستحي والله الموضوع تافه انت تزوج صح ايه انا والله انت ضاب ودي البيت لاهلهم أمانة لا لا والله أمانة لا والله لقيت عند أخوياك وش تقول؟ أنا أديها باسمه والله إي ولا أقول أم عبد الله ولا أقول ذا ما أقول لا طيب عادي تناديها باسمه عادي إنك تقول اسمها الحين صح؟ إي بس لا في البرنامج لا ممنوع رافضة هي أنا لا إي هذه لا صدق مشيتني كذا ما أقدر إي فلا أنت طب أنت بتتزوج بكرة والله العظيم يعني ما تخيل زوجة تقول أنا غلطان اللي تزوجت واحد صورته ذي لا يا حبيبي برسلها ذا الصور قبل بوديها لابوها حتى تودي لها هذا يا خال هذا انا يا خال هذه بنتك بتقعد مع واحد قاعد على مربع ايه تبي ولا هذا النظام وبكاسره في المهر بعد زياده الصور ذي ما تلقى عند اي احد
ايه؟ طب عيالك كبروا عاد انا ابوه بعد بدي اتكلم بفرشه بعد نعم يعني ما انت تقول والله انا ماني مع التربيه الحديثه كنت طايش اي كنت طايش وانا ابوك كنت طايش وانا ابوك تبي تصير زي شوف هذا عبره شوف انا صار فيني انا شفتك في مباراه النصر جنب رئيس نادي النصر ايه طيب ما تعلمنا صفقات جديده شيء واضح انك واصل مصلحه النصر اهم شيء النصراوين مين من طبعا والله اي والله مما لا شك فيه متعصب شوف عشان احنا مفهوم عندنا ولا تطيحني في هذا الفخ ما انكره انا ما اكره احد يفوز وانتبار معكم وتفرشكم وتفرشون ايه. عادي حلو. ما اكره بس انا احب النصر مره تتحضر التدريب تحضر ذا يعني احيانا مو دائما ما مركز كسات لا يعني من السنه الجايه بما انك صديق رئيس النادي بتصير تحضر واجد ايه تستهبل انت بنام غرفه ملابس فارش فراشي قوبوني اللاعبين بكره ما عندك شيء صفقات شيء حصري شيء ولا ما يعلمونك لا حضرت مباراه واحده وبس لا ما لا يعطوني معلومات غلط راح يبكب ولا لا طيب وش تتوقع السنه الجايه مين بياخذ الدوري بحول الله وقوه النصر ما اظن بحول الله وقوته ما اظن شوف بحول الله وقوته انا شوف انا توقعاتي وذا انا ما احب اتكلم في الموضوع ذا بس توقعاتي الدوري الجاي توقعاتي الاتحاد او الهلال طيب انت دخلت السوشيال ميديا او انتشرت واشتهرت في السوشيال ميديا كان عندك طموح تمثيل ايه يعني كان طريق يوصلك للهدف هو كان اصلا هدفي من السوشيال ميديا اول الحين تغير الموضوع شوي صراحه اول كان شوفوني يمكن ينفع يمكن انفع جبون إيه؟ الحين لا تشرر الحين لا تغيرت الموضوع اللي حتى لا تشوفوني معليش بعض الاعمال رخيصه طب لو جاك عمل مثلا زي بدون فلتر ولا شيرشات واعطوك اجر عالي وتشتغل ولا لا شو زز اسال يا اخي اسئله هذا مجال على حسب الدور لا لا والله يمكن اشتغل عادي يعني ما في شيء والله شو زين راح ما ادري قلت لي عصب كويس طيب يعني سالت نختم خلاص والله شكلي معتزل بعد لا انا اقول لك انا ناوي انتج مسلسل والله 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 تشتغل معك والله قدام بس لازم افكر فيه زين لان بعد البرنامج يا شيخ لو تحك شعرك غلط لو فكر فيه زين لازم افكر فيه زين ونعرف نعرف من بيصير معنا بس هذه مهم ترى من يصير معك ترى مره مهم اي ضروري والله معليش سؤال صدق والله انا بالي شو اللي ذكرته انت وش جايك وراك مستشير من دخل رمضان شياطينك ما تربط والله شوف لان كل الاعمال هذه عرض علي فيها دور وانا اعتذرت من بدري ولا لي نيه اشتغل ذا السنه وجاني طق معهم لا ما طق معهم صدقني اغلبهم يكلموني ومبسوطين لا اسمع انت بتطق معهم صار لك طقاق عشان كذا اقول لك نشتغل انا وانت حبيبي خالد سعد قلبي سعدنا فيك الله يسلمك اللقاء كان لطيف جميل حبيبي واضح انه ما حد بيشغلك عشان كذا اضمنك السنه الجايه والله ما خمس سنين قدام انا بسامر التجميل بعد الحلقه حبيبي خلنا نختم الحلقه ولا تختم انت ولا تبي تقهوه زينت لك والله شاهيكم رهيب والله شاهي ذا اي شاهي ما احط لك قهوه نظامكم طيب. انتم رتب اوكي يلا خلاص نشوفكم ان شاء الله في حلقه بكره واحد بيقول لي ليش تقول يلا خلاص بعد اذنكم نشوفكم بكره لو سمحتوا نشوفكم بكره